هنبدأ طبعا برضو أخبارنا زي ما احنا متعودين بالأهلي. اللي حصل كالآتي: الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قرر أنه يمنح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات على أن يستأنفوا استعداداتهم غدا بإذن الله. امبارح اشتمل التمرين على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية اللي بيرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية في الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا الجهاز الفني كان صعد مجموعة من الناشئين في ظل غياب اللاعبين الدوليين لمنحهم فرصة للمشاركة خلال الفترة القادمة. علي لطفي بقى حارس الأهلي هيخضع لفحص طبي بكرة قبل المران، ده تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، علشان يطمنوا على حالته بعد طبعا تعرضه لإصابة بسيطة كانت خلال مشاركته في التدريبات. كمان كريم نادفيد لاعب الفريق بدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، ده وفقا طبعا لبرنامجه العلاجي والتأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الركبة لتجهيزه برضه للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي.